موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب صوم 3 أيام من كل شهر. باب استحباب صوم 3 أيام من كل شهر. ثم قال رحمه الله تعالى: والأفضل صومها في أيام البيض. يعني هو نبه قبل أن يذكر الأحاديث في فضل استحباب يعني صوم 3 أيام من كل شهر. قال: والأفضل صومها في أيام البيض. ما هي أيام البيض؟ قال: وهي 13 و14 و15. وقيل 12 و13 و14. والصحيح المشهور هو الأول. يعني الحقيقة أن القول هذا غير معروف أصلا، قول اللي هو الثاني يعني ده غير معروف، اللي هو أن أيام البيض هي 12 و13 و14. بل الصحيح ويعني الثابت هو أن أيام البيض، هيأتي الحديث في آخر الباب في تحديد هذه الأيام أنها 13 و14 و15، وسميت بالأيام البيض لأن القمر يكون فيها مكتملا، يكون فيها مكتملا وعليه، فتكون هناك يعني إضاءة للقمر وتكون الليالي بيض باعتبار يعني وجود القمر. وهذا القول هو قول المحققين، هو أن 3 أيام البيض 13 و14 و15 بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيأتي إن شاء الله تعالى. باب استحباب صوم 3 أيام من كل شهر، ترجمة فيها إشارة إلى أنه يجوز أن يصوم 3 أيام من كل شهر في أي وقت في الشهر، لكن أفضل ذلك 13 14 15. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. قال: متفق عليه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بـ3: صيام 3 أيام من كل شهر، والشاهد للباب، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. ثم ذكر النووي حديثا آخر عن أبي الدرداء بنفس المعنى. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بـ3: لن أدعهن ما عشت بصيام 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبأن لا أنام حتى أوتر. قال رواه مسلم. هذان الحديثان بروايتهما فيهما تواتر أشبه بالتواتر اللفظي، تواتر اللفظي: أوصاني حبيبي، أوصاني خليل بـ3: صيام 3 أيام من كل شهر. كذلك في قول الصحابي الآخر: أوصاني بصيام 3 أيام من كل شهر. إذن فصيام 3 أيام من كل شهر هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أقل قدر يصومه المسلم من النوافل. بمعنى أنه مستحب للمسلم أن يعمر يعني شهره وعمره بصيام النوافل، وأقل ذلك أن يصوم 3 أيام من كل شهر. وهذا من أجل أن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام 3 أيام من كل شهر كأنه صام الشهر كله، فالله يجازي الحسنة بعشر أمثالها. اليوم بـ10 أيام، فيكون كأنه صام الشهر كله. ولذلك انظروا إلى الفضائل الكثيرة التي نضيعها ربما بلا عذر، خصوصا الشباب. أقول يعني لإخواني لأبنائي من الشباب، أقول لهم: اغتنموا في مرحلة الشباب، ستندمون عافانا الله وإياكم. في الكبر إنسان منا ممكن يمرض ولا يستطيع الصيام،
وعند ذلك إذا لم يكن له عادة صيام في شبابه يندم. أما إذا كان له عادة صيام في شبابه فإذا مرض في الكبر كتب الله له الأجر. كان بيصوم 3 أيام من كل شهر، لو مرض في الكبر يتكتب له كل شهر. كان بيصوم 2 وخميس يتكتب له، كان بيصوم كذا يتكتب له، وهكذا. فهذه الأحاديث فيها استحباب صوم 3 أيام من كل شهر، وسيأتي التنبيه على يعني أنها القمرية. وفيها استحباب صلاة الضحى وأن أقلها 2 ركعات، وفيها الإتيان بالوتر أيضا قبل النوم لمن يخشى أن لا يوتر إذا نام. يعني الصحابة رضي الله عنهم قالوا أن أوتر قبل أن أنام، وبأن لا أنام حتى أوتر. أبو هريرة المتعبد المشهور، أبو ذر المتعبد العظيم، أن أوتر قبل أن أنام. لماذا؟ لأنه ربما كان يخاف من ألا يقوم من الليل، ولذلك يوتر قبل أن ينام. وهذا أفضل، وهذا يعني أفضل لمن لا يضمن أن يقوم من آخر الليل. وهذا كان يفعله عمر وأبو بكر، واحد كان يوتر آخر الليل، واحد يوتر أول الليل. هذا يعرف يعني حاله، إن هو يريد أن يأمن إنه ربما لا يقوم يعني من الليل، فيصلي الوتر قبل أن ينام. نعم. في الحديث استحباب الوصية للصاحب بالتزام الطاعة، أوصاني حبيبي، أوصاني خليلي، هكذا. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. قال متفق عليه. قال صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. فهذا الحديث أيضا فيه استحباب 3 أيام من كل شهر، وقوله صلى الله عليه وسلم صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله هو المعنى الذي أشرنا إليه قبل ذلك، أن الذي يصوم 3 أيام من كل شهر الحسنة بعشر أمثالها سيصوم السنة كلها. لماذا؟ لأن 3 أيام ستكون بشهر، وعلي كل شهر بيصوم فيه 3، يبقى هو بيصوم السنة كلها. انظروا إلى فضل الأعمال اليسيرة التي تجلب أجورا كثيرة ونحن نفرط فيها. قال وعن معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت نعم. فقلت من أي الشهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم. معاذ العدوية هذه مولاة لعائشة رضي الله عنها، تلميذة لعائشة، فتقول لها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت نعم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم أكثر من ذلك، لكن عائشة رضي الله عنها تقصد أنه لما نصح الناس بأقل درجات الصيام وهي 3 أيام من كل شهر كان يفعل ذلك. نعم. قالت من أي الشهر كان يصوم؟ طيب أي أيام هي؟ قالت لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم. وكأن عائشة رضي الله عنها تفتيها بمعنى صومي أي أيام في الشهر، المهم أن تصومي 3 أيام حتى تصوم الدهر الحسنة بعشر أمثالها. فالحديث فيه استحباب صيام 3 أيام من كل شهر، وفي الحديث جواز كونها في سائر أيام الشهر ما لم يكن فيه نهي، ما لم يكن فيه نهي كإفراد الجمعة أو إفراد السبت على قول بعض أهل العلم. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صمت من الشهر 3 فصم 13 و14 و15. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال وعن قتادة بن ملحان رضي الله عنه قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض 13 و14 و15. قال رواه أبو داود. هذان الحديثان فيهما تحديد أفضل الأيام التي تصام في الشهر. قال إذا صمت من الشهر 3 فصم 13 و14 و15. وقال قتادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض، حددها 13 و14 و15. إذن أحب أيام الشهر 3 في الصيام هذه الأيام، الأيام القمرية. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر. قال رواه النسائي بإسناد حسن، لكن في الحقيقة هذا الحديث ضعفه أكثر أهل العلم، لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر، الحديث ضعيف حقيقة. لكن خلاصة هذا الباب وهو استحباب صيام 3 أيام من كل شهر، أن المسلم يستحب له أن يصوم 3 أيام من كل شهر، أي 3 أيام ما لم يكن فيه نهي، وأفضل ذلك وأكمله أن تكون 3 الأيام البيض، أي يوم 13 و14 و15. نقف على باب فضل من فطر صائما إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.